Oh my god! Yeah, he jumped out though. كان يفترض أن يكون أحد العروض الشيقة التي يقوم بها بعض أفراد فريق سنوبيرد الكندي للطائرات الاستعراضية، ولكن بعد لحظات من الإقلاع كانت كفيلة بأن تحول الاحتفال إلى مأساة. بدون سبب واضح حتى الآن، تعرضت إحدى الطائرتين لحادث بعد لحظات من الإقلاع من كامب لوز في بريتش كولومبيا ليسقط على أحد المناطق السكنية محدثة حريقا وسحابة دخان، ليلقى أحد الطيارين مصرعه بينما ينقل الآخر إلى أحد مستشفيات المنطقة. لا زالت تفاصيل الحادث غير واضحة ويتم التحقيق حاليا في هذه المنطقة. خالد سلامة، على هوا تورونتو. سبسكرايب، لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.